علي من منغوليا. في وزن الديك تتقدم بثقة نحو الحلبة، وأيضا بقوة جسمانية. In the blue corner representing Uzbekistan, Sitora Shiktrova. إنها سيطورة مرة أخرى، رأيناها مسبقا في الجسم الواثق والقوة، أتتنا في العديد من النزالات في خلال مسيرة حياتها، وهي الآن في الركن الأزرق تمثل أوزبكستان. ولدينا العديد من المشاهدين في تشقند، والمزيد من الملايين حول العالم يتابعون النزال القاري في فئة الرجال والسيدات في دبي. سيد علي عبد الزهرة، منغوليا لا تقل شراسة عن أوزبكستان ولا عن كازاخستان. بالتأكيد، يعني بالنسبة للملاكمة النسوية مثل ما تعرف هنالك ثبات بالملاكمة بالنسبة للرجال، يعني المستويات غير متفاوتة، ولكن نلاحظ أنه في النساء هنالك قفزات في المستوى، يعني بعيدا عن التسمية، تسمية الدول، ويعني نلاحظ أنه هنالك بلد ما ممكن أنه يطلع من عنده مثل هكذا مستوى فني عالي. نلاحظ خلال النزال تصير يعني ساعة بيولوجية للملاكم، للملاكمة عفوا، وتلقى أنه يكسب النزال يعني بأبسط منهجية يقود بها النزال إلى الفوز. حكم اللقاء من دولة الأردن، مملكة الأردن الشقيقة، وتمثيل عربي جميل لكل الدول العربية، وبداية قوية. القضاة يأتون من تركيا ومن الهند وإيرلندا، كرواتيا والمملكة العربية السعودية الشقيقة. هذا اللقاء في الجولة الأولى بين منغوليا وأوزبكستان، فلنرى من سيكون الفائز. بداية حماسية قوية. سيد علي، هل ينصح بالبداية القوية منذ الجولة الأولى للسيطرة على اللقاء، أم هل ينصح بالبداية الحذرة الواثقة ومن ثم يأتي المدربان في كلتا الزاويتين بالنصائح؟ بالتأكيد هذا يتبع سيستم الأداء التكنيكي والخططي لدى الملاكم باختيار أي أسلوب يتقن. في بعض الأحيان يجد أنه بعض الأشخاص أنه أو بعض الملاكمات أنه يتقدم بالخيار لإيصال فكرة للقضاة وللجنة التحكيمية بتفوقها، وفي بعض الآخر أنه يقول أنا أجد أنه أمتص الزخم الأول وأشوف نقاط الضعف ونقاط القوة حتى أقدر أشتغل عليها في جولتين القادمتين. سيد علي، تكلمنا كثيرا عن اللاعبين، ماذا عن المدربين؟ ما الذي يجعل المدرب متميز؟ حقيقة المدرب يعني مثل ما تعرف أنه الاتحاد الدولي الآيبة أقام ليفلات تدريبية للمستوى، وخير دليل على ذلك أنه مرافقة للبطولة هنالك دورة فريستار تدريبية للمدربين للوصول إلى النجمة الثالثة، وهنالك تمثيل عربي كبير في دولة الإمارات للحصول على الفريستار. تمنياتنا إذن ليست فقط النزالات فوق الحلبة تقدمها لنا دولة الإمارات، هنالك العديد من صقل المواهب والدورات الدولية التي تقام في الكواليس، خلف الكواليس. نستمر في هذا اللقاء واللكمات القوية المتبادلة بين منغوليا وأوزبكستان مع إدارة حكم من مملكة الأردن العربية الشقيقة، والتعليمات بأخذ البريك، خذي خطوة إلى الخلف واستكملي النزال. وهناك حماسية وندية، لكمة 1-2 قوية من الركن الأحمر، والرد عليها سريعا بأسرة من تشكند في الركن الأزرق. لقاء قوي وتنافسي. اللاعبة الحمراء في الوضعية الأرثوذكس، واللاعبة الزرقاء الأوزبكية في وضعية الساوثبو. سيد علي، بعض المدربين بخبرتك ينقلون أو يغيرون مجريات اللقاء في الجولة الثانية، ونحن نشارف على نهاية الجولة الأولى والجولة الثانية، ما هو السر؟ لماذا يستطيع بعض المدربين قلب النتيجة والآخر لا؟ بالتأكيد يعني هو من يلاحظ الملاكم داخل يعني الحلبة ممكن أن يكون مشوش، الاهتمام بنتيجة وضغوطات النزال ممكن هو لها تأثير كبير. يعني ونلاحظ يعني انت هسه راح تلاحظ المستوى الفني لدى الملاكمين، ولاحظ ممكن انه هنالك تغيير باداء اللاعب، لان كون هو يمتلك النظره الكامله لمستوى اللاعب ومستوى المنافس فيضيف الخطط التكتيكيه للوصول الى الانتصار او التفوق داخل الحلبه.
نعم. إذا نهاية الجولة الأولى بين أوزبكستان ومنغوليا. يرجى منك إعطانا بعض اللمحات عن هذه الإعادة واللقطات. بالتأكيد يعني توجيه لكمات قوية من الطرفين، يعني أعتقد الجانب الأحمر وجه عدد من اللكمات إضافة إلى رد سريع من الملاكمة الأوزبكية، وهذا حقيقة يعني ندل على شيء، فإنه المباراة ذات مستوى وذات طابع عالي فنيا، وراح تكون مباراة جميلة جدا. في انتظار الجولة الثانية ماذا سيكون ردك إلى المدربين من منغوليا ومن أوزبكستان؟ أيضا الحكم وتنبيهات شفهية قبل بدء اللقاء، لقاء قوي وحذر. لكمة قوية جدا من الجانب الأحمر، يعني ما يقابلها أنه يجب على الملاكم الأزرق أنه تفادي هذه اللكمات لغرض كسب النتيجة. نلاحظ هجوم مباغت من قبل الملاكمة الأوزبكية، نزال تبادل لكمات قوي بين الطرفين. نعم الحكم ويقف مؤقت للنزال بعض التعليمات وإرشادات السلامة، ويستكمل اللقاء واستعداد أو تلقي حذر ولكمة خطة في لكمة مستقيمة يسرى ويمنى، تدفعها يسرى ويمنى أخرى من الركن الأزرق. اللعبة الأوزبكية تبدو بشكل أفضل في الجولة الثانية، لكمة قوية تستوجب العد من وجهة نظر الحكم، ولا تتعجبي يا صغيرتي، فلكن الحكم يود السلامة. إنها 8 عدات إجبارية لن تؤثر كثيرا على مجريات اللقاء. عودي واستكملي، بات الصدارة لكمة يمنى قوية. ما رأيك بتلك اللكمة؟ حقيقة لاحظنا الملاكم الركن الأحمر امتعض يعني، ولكن هي لسلامة الملاكم ولراحة هي يعني بتقدير رد رد قوي. كاد لا أصدق أن كلتا اللعبتين من فئة السيدات بهذه اللكمات القوية. لكمة يسرى قوية من الأوزبكية ولكمة صاعدة نحو الجذع. الحكم يعطي بعض التعليمات السلامة ومنع الضرب خلف الرأس للركن الأزرق، ويستكمل لكمة قوية استباقية يسرى من الركن الأزرق. مباراة مفتوحة، مفتوحة الخيارات، ونلاحظ يعني كلتا الملاكمتين يوجهون عدد من اللكمات في الجانب الأزرق والأحمر وبالعكس. نلاحظ يعني أنه مستوى فني عالي، نلاحظ هذه لكمة خطاب من الملاكمة المنغولية، ونلاحظ رد سريع من الملاكمة الأوزبكية. أعتقد يعني النزال جدا رائع بالمستوى الفني من خلال توجيه يعني كم هائل من اللياقة والإعداد البدني لتوجيه مثل هكذا أمر فني، ونلاحظ يعني مستوى متقارب جدا مع تفوق بسيط للركن الأزرق. وهذه اللكمة القوية الأوزبكية القادمة من طشكنت مخصوص حتى تصل إلى اللاعب المنغولية. الحكم مع تعليمات السلامة، وما هذا النزال؟ 10 ثواني تفصلنا عن الجولة الثانية بمجريات هذا النزال. والميقاتي يذكر كلتا اللعبتين 10 ثواني حتى نهاية اللقاء، ويستكمل النزال وقرع الجرس في الوقت ذاته. ما هي النصائح المقدمة من السيد علي عبد الزهرة في هذه اللحظات يعني كلتا الملاكمتين لو كنت في الركن الأزرق ولو كنت في الركن الأحمر؟ بالتأكيد يعني ضعف الملاكمتين من جانب التغطية، يعني التركيز على منطقة الهجوم فقط هو هذا يعني كان أهم في الجولة الثانية. نتمنى أنه من الملاكمتين أنه يعني يكون على نفس الأداء، تعرف أنه بالجولة الثالثة اللياقة تكون في مرحلة التنازل والمستوى الفني كذلك، ولكن الإعداد البدني له دور كبير في إكمال هذه 3 جولات بهذه الرتم العالي. بالنسبة نلاحظ شوف عدد من اللكمات من الجانب الأزرق إلى الجانب الأيمن، هو اللي هذا الخطاف اللي كان سبب في العاد، وأعتقد الملاكمة الأوزبكية وجهت عدد كبير من اللكمات المؤثرة إضافة إلى الملاكمة المنغولية من دولة منغوليا. ونبدأ مجريات الجولة الثالثة بين أوزبكستان ومنغوليا، دولتين نديتين في عالم الملاكمة هنا.
وجرحين في الخريطة ولكمات مستقيمة. إن أسعفتني المعلومات، لكمات قوية ومؤثرة، و لاعبة في الركن الأزرق بيت ساوث بو. ليس فقط ساوث بو، إنما هنالك بيج بو قد تم من اللاعبة الأوزبكية في الركن الأزرق باللكمات. خطفية أخيرة كمان، خطفية يسرى صاعدة من اللاعبة الأوزبكية، لكمات متواصلة والرد عليها من الركن الأحمر. ذكرنا اللعبة في المغولية الشخصية مولان، ولكن هنا لدينا مولان قوي في عالم الملاكمة في الركن الأحمر، ولكمة قوية منها من اللعبة المغولية في الركن الأحمر نحو الأوزبكية، والرد عليها برا أخرى من أوزبكستان في الركن الأزرق. سيد علي، لقاء حماسي يكاد لا أتابع الأحداث. توقعنا ذلك من الجولة الأولى أنه سيكون نزال جدا رائع فنيا، ويعني نسبة الأكشن بي عالية جدا من خلال الالتحام والتسديد عدد من اللكمات من الطرف الأيمن والأزرق كذلك. يعني النزال عالي فنيا، ومثل ما تلاحظ هنالك فرق بالمستوى من الجولة الأولى إلى الثانية والثالثة، وبالتوجيه يعني لكمات الجانب الأحمر أعتقد أنال قصد كبير من التوجيه من قبل المدربين. أعتقد حسن من وضع الجانب يعني الملاكمة المنغولية، بالعكس أنه بدأ ينخفض مستوى الفني للملاكمة الأوزبكية، ولكن يعني أعتقد الجولة الأولى والثانية كانت تفوق كبير للملاكمة الأوزبكية. فنزال نزال جدا رائع، ونلاحظ توجيه عدد من اللكمات لكل الطرفين، مباراة مفتوحة الخيارات من خلال توجيه عدد من اللكمات لكل الطرفين، لكمة بلكمة جميلة جدا، مباراة رائعة جدا. سيد علي، ما هي توقعاتك لهذا المباراة؟ نحن نرتكب المحظور وهو التوقع في الملاكمة، لأن الملاكمة لعبة حظ في الأخير. يعني كان أكو تفوق في الجولة الأولى والثانية للملاكمة الأوزبكية، مع وجود يعني تفوق في بعض الأوقات للملاكمة المنغولية في الجولة الثالثة. حقيقة التكهن صعب في الملاكمة مثل ما تفضلت، ولكن يعني هنالك يعني تفوق في الجولتين للأوزبكية وكذلك المنغولية. يعني ملاكمة ليست بالسهلة، سددت عدد من اللكمات الكبيرة، سيكون يعني رأي الحكام له في إعلان النتيجة. فالحكم يرجع إلى الزاوية والجرس يقرع، وتنتهي الجولة الثالثة بين أوزبكستان ومنغوليا، ليتم لنا التعرف على من منهما ستمثل في النهائي. Ladies and gentlemen, the winner by split decision in the blue corner representing Uzbekistan. أوزبكستان تفوز في هذا اللقاء القوي بنتيجة 4-1 split decision. اللاعبة المنغولية والأداء الجيد جدا، ولكن لم يحالفها الحظ، هي حزينة تكاد تبكي، ولكن لقد أخذت درسا وخبرة للمستقبل، ستأتينا سترتدينا أقوى. ومبروك، ألف مبروك للاعبة الأوزبكية القوية جدا، ولحظات النصر والفرحة بالنصر. سيد علي، شاهدنا حتى الآن مجموعة من اللقاءات التسع المليئة بالإثارة وبالقوة، ولازال لدينا العديد. لدينا اليوم 18 مباراة في نصف النهائي للسيدات. بالتأكيد راح تكون يعني بالنسبة للمشاهدين مباريات جدا قوية، ومثل ما يقول حاسم يكون هو سيمي فاينال انه للبطولة الآسيوية. ومثل ما لاحظنا هنالك تزيد عدد من اللكمات، وتوقع يعني فوز الملاكمة الأوزبكية، يعني تفوق واضح في الجولتين.
ومن ثم عادت يعني محاولة الملاكمة الركن الأحمر من دولة منغوليا لإعادة المباراة، ولكن لما استطاعت الوقت كان قصير جدا. نلاحظ تسديد عدد من اللكمات في مقدمة القفاز إلى وجه الملاكمة المنغولية، وهذا يعني هذا يدل على شيء، إنه دل على الإعداد الجيد والتدريب المستمر. في انتظار اللقاء القادم في وزن الريشة، في الريد كورنر، representing كازاخستان، بلدسلافا كوختا.